ننتقل لوقفة أخرى، قصة الفرزدق عند موته مع جاريته. نعم، الفرزدق كما تعلم هو أبو فراس الشاعر الأموي الذي عاش في عصر بني أمية الكبير من بني تميم ومن فحول الشعراء، وكان قرنا لجرير والأخطل، وقد مر معنا الكثير من أخباره. الفرزدق عمر وطال به الدهر، جاوز 90، شارف 100، لكن ثمة بيت لصالح عبد القدوس يقول: والشيخ لا يترك أفعاله حتى يوارى في ثرى رمسه، يعني يبقى على حاله. تتعلم أن الفرزدق كان فيه شيء من الفخر والكبر يعني، فلما دنا وفاته وشارف 100 كتب وصيته. مما كتبه في الوصية عنده جارية وليدة، يعني وليدة بمعنى جارية يعني الأخوة المشاهدين، فكتب لها لا ترث، فكتب لها شيئا من المال 100 أو 1000 دينار أو درهم في وصيته. ثم إنه لما دنت وفاته كانت الجارية حاضرة لكن ليس لها يعني حضور قوي، لأن يعني يوجد قرابته، فقالوا له: اذكر الله. فسكت، نسأل الله العفو والعافية إن صحت القصة، فلم يذكر الله، فسكت طويلا. ثم قال: إلى من تفزعون إذا حثوتم بأيديكم علي من التراب، ومن هذا يقوم لكم مقامي إذا ما غص بالريق بل الشراب، إذا ما الريق غص بذي الشراب. سكت القوم. الجارية قالت: نفزعوا إلى الله. هو يريد أن يبين مكانه، وأنه لا أحد بدل عن الفرزدق، وأنه سيد بني تميم، وأنه نوع من الفخر، نوع من الفخر. لا، في تلك الساعة: إلى من تفزعون، يعني أين ستذهبون بعدي؟ إلى من تفزعون إذا حثوتم بأيديكم علي من التراب، ومن هذا يقوم لكم مقامي إذا ما الريق غص بذي الشراب. فقالت الجارية: نفزع إلى الله. والجواب منطقي. ماذا قال الفرزدق؟ قال: اخرجوها من الوصية. ولم يعني يقبل أن يكتب لا وصية، تراجع عن وصيته أن لا تعطى شيئا لأنها ردت عليه. هنا نقول: الإنسان كلما كان معتقده الأشياء التي يطويها في قلبه حسنة، فإنه لا يظهر ساعة الاحتضار إلا هي. وإذا كان في باطنه، في طويته عياذا بالله، شيء من السيئات مهما حاول إخفاءها، نسأل الله الستر، مهما حاول إخفاءها، فإنه عند الاحتضار تظهر تلك السرائر. ومن هنا كان كل عاقل ينصح نفسه: وما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. لا بد أن يسعى إلى أن تكون يعني خبيئته سريرته حسنة. إذا أتينا إلى باب الذنوب والمعاصي، المعاصي لا يكاد يسلو منها أحد، لكن شتان أستاذ الكريم ما بين من يصنع المعصية وهو كاره لها، تغلب عليه الشهوة، يغلب عليه الحرص، يقع منه شيء من الفلتات، فهذا إن شاء الله تعالى يستر عند الموت. لكن من يأتي المعاصي وهو محب لها راغب فيها غير مبال بمراقبة الله جل وعلا له، فيخشى عليه، ولا نجزم، يخشى عليه عند الموت أن تظهر تلك السريرة. والستر كل الستر حال الموت، الستر كل الستر حال الموت. ولذلك في دعاء الصالحين: ونسألك اللهم مردا غير مخز ولا فاضح، ونسألك اللهم مردا غير مخز ولا فاضح. وفي دعاء خليل الله إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. فهذا الرجل طوال حياته وهو في الفخر، وطوال حياته وهو يتكلم عن نفسه، تعلم أنه كان يقول: أحلامنا تزن الجبال رزانة، وتخالنا جنا إذا ما نجهل، حلل الملوك لباسنا في أهلنا، والسابغات إلى الورى نتسربل، إنا لنضرب رأس كل قبيلة، وأبوك خلف أتانه يتقمل. قال في حق جرير، ويقول: فبيتان بيت الله نحن ولاته، وبيت بأعلى إلياء مشرف، فلا عز إلا عزنا قاهر له، ويسألنا النصف الذليل فينصف، ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا، وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا. فهذه كلها الأبيات التي كان يقولها في حياته بقيت تجري في دمه متسربلا بها، حتى إذا دنت الوفاة طرد هذه الجارية من الوصية بسبب أنها قالت له: نفزع إلى الله، وهي لم تقل إلا حقا. فالإنسان الأصل فيه أنه إذا ذكر الله يخشع، يخضع، يستكين، لكن الهداية بيده.